أعلن وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات عن توفر كميات كبيرة للفحص السريع للتمييز بين فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية في المملكة، مؤكدا أنه ليس فحصا تشخيصيا لفيروس كورونا. وقال عبيدات لقناة المملكة إن نتيجة الفحص تظهر خلال 10 إلى 15 دقيقة، ومؤكدا أن الفحص سوف يتم وفق ضوابط معينة. أوضح الوزير أن الفحص السريع سوف يستخدم من قبل أطباء الطوارئ في المستشفيات. تفاصيل أكثر مشاهدينا حول هذا الفحص وتمييز بينه وبين الفحص الكورونا العادي. ينضم إلينا الآن الدكتور بسام حجاوي، عضو اللجنة الوطنية للأوبئة. دكتور بسام، أهلا وسهلا بك عبر نشرة الثانية. دكتور، إذن ما الفرق بين هذا الفحص وفحص البي سي آر المعتاد، فحص فيروس كورونا؟ مساء الخير أولا محمد، يعطيك العافية. وإحنا كما تعلم بأنه إحنا دائما نتطور حسب المستجدات والعالمية، ونكون يعني بحيث نصل إلى نتائج أفضل وإلى صحة أفضل لمواطننا. عادة الكل بيعرف أنه إحنا فحص البي سي آر هو الفحص التأكيدي التشخيصي لمرض الكوفيد 19، لكن مرات خلنا أقول يعني نحتاج إلى وقت حتى تظهر نتيجة هذا الفحص. الأمر الذي هذا الفحص التأكيدي السريع يعني ممكن استعماله في الطوارئ، ممكن استعماله في المسوحات، ممكن استعماله في الأمور الطارئة، بحيث أنه احنا الآن نحن في موسم الشتاء، نحن في فصل الشتاء الذي يتميز بأنه في هناك أمراض تنفسية كثيرة، بحيث يعني نستطيع بسهولة من خلال أقسام الطوارئ في هذا الفحص الجديد السريع أنه نميز ونصنف الأمراض، إذا كانت أمراض مرض الكوفيد 19 أو مرض الإنفلونزا الموسمي، تستطيع بذلك التأكيد بسرعة وبخلال يعني فترة قصيرة جدا إن نصل إلى ماهية المرض وتعريفه. لكن هو ليس فحص تشخيصي، هو فحص تفريقي حتى يعطي فرصة للكوادر التعامل مع الحالة المريضة، بحيث أنه احنا نضمن زي ما بيقولوا علاج سريع وتعامل سريع لتخفيف ضبط العدوى، لتخفيف متأسف العدوى التي قد تنتج من المخالطة، ونستطيع بها اتخاذ الإجراءات المناسبة. دكتور بسام، أفهم من كلامك هذا ليس فحص تشخيصي بل فحص تفريقي، إذن لن يتم استخدام هذا الفحص إلا لمن يعاني من أعراض إنفلونزا لمعرفة هل هو فيروس كورونا أم إنفلونزا موسمية، وليس للسرعة بأخذ نتيجة الفحص سواء كان مصاب أو غير مصاب لشخص عادي. لكن هو سيدي إذا كانت النتيجة إيجابية هذا يعطيك احتمال كبير بأنه قد يكون إصابة، يعني سيتم التأكيد، سيتم التعامل معه بحيث أنه لا يختلط، ونؤكد ذلك إذا هو بحالة شديدة من الأعراض أو يتم إدخاله. لا يتم إدخاله إلا بأن يتم إجراء فحص البي سي آر اللي هو متعارف عليه، فهذا يسهل عليك العملية في الاختلاط بين المواطنين، خاصة نحن في موجتنا وصلنا إلى حد إن شاء الله لا نحسد عليه حتى نحافظ على ما تم في انحسار المنحنى الوبائي تاعنا. هلا بيعطيك فكرة عن أغلب معظم الناس اللي هم إيجابيين اللي هم قد يكونوا إيجابي للكوفيد 19، ويعطيك فرصة أنه هذا قد يكون إنفلونزا موسمية وبناء عليه تتعامل معه كأنه مرض تنفسي مشخص بإنفلونزا موسمية فورا. طب دكتور، هل هذا الفحص هذا بالتحديد الذي نتحدث عنه الآن، الفحص التفريقي، يختلف عن الفحص السريع لفيروس كورونا الموجود في بعض المستشفيات الخاصة و78 دينار؟ يعني أحد الأشخاص تحدث عن فحص سريع لفيروس كورونا ليس نفس الفحص الاعتيادي الذي يبلغ من الثمن 25 دينار بل فحص 78 دينار. لا سيدي، وضعك الفحص اللي موجود الرابيد تيست وخاصة في الأماكن المستعجلة هو على نفس نمط ونظام البي سي آر، يعني يستعمل مباشرة ويستعمل لتشخيص المرض ويبنى عليه قرار في اتخاذ القرار المناسب للعلاج. لكن هنا يختلف بأنه يعطيك فرصة، يعني لا نستطيع التعامل معه بحيث أن نعتمد عليه في اتخاذ القرار. الرابيد تيست هذا يسهل لك عملية
التقييم السريع للترياج في مستشفياتنا لتقليل المخالطة، ومثلا تستطيع استعماله في المسوحات بحيث أنك تعتمد على أنه كيف وضعك النهائي، ولما نيجي نحن نقول معدلات الإيجابيات هالقد وصلت إلى 4% مثلا مبارح. كل هذا الأمر بيؤدي إلى أنك التعامل بسرعة واتخاذ القرار المناسب بناء عليه. طيب دكتور بسام، احنا بنعرف فحص البي سي ار الاعتيادي يعني نسبة دقته حوالي 67% بالتحديد، بهذا الرقم بالتحديد. اليوم هذا الفحص كم نسبة الدقة فيه؟ يعني هو نسبة الدقة في الرابيد تيست هذا هو أقل، لكن هو احنا نستفيد منه مباشرة في التفريق بين مرضين رئيسيين اللي هم الكوفيد 19 والعبء الذي قد ينتج في هذا الموسم عن انفلونزا H1N1 اللي هي ما عرفت بانفلونزا الخنازير، خاصة أنه هذا موسمها. قد يكون هذا مناسب الآن بحيث أنك ما تعمل ضغط على المستشفيات من أنك تتعامل مع كل من يشكو من أعراض تنفسية حادة لا تستطيع تمييزها من الأعراض مباشرة بأنها H1N1 أو COVID-19. هذا يوفر عليك الوقت والجهد والمال والأخصائيين ويخفف من معدلات العدوى للإصابة التي تصاب بها الكوادر الصحية. طيب دكتور سؤال أخير، يعني لماذا هذا الفحص موجود تحديدا في أقسام الطوارئ في المستشفيات وليس موجود في كل المراكز الصحية مثلا؟ لأنه الأغراض المستعملة له أنه التعامل من خلال الناس الذين أول ما يدخلوا على المستشفيات وراجعوا الطوارئ، وبناء عليه ويسهل علينا عملية التصنيف. نعم دكتور. تصنيف المرض، وأنت بتكون قادر على أنك أنت تفصل، خاصة نحن هلأ موسم الـ H1N1، فأنت بتكون قادر أنك تفصل موسم الـ H1N1 وتتعامل معه بالبروتوكول الـ H1N1 القديم الذي عرف وعرف علاجه ويتوفر له علاج ويتوفر له مطعوم. وبناء عليه إحنا نفصل الـ PCR، نفصل سوري اللي هو الكوفيد 19 قد يكون كوفيد 19، وبالتالي بتأكد له بالفحص التأكيد الـ PCR وبدخل بناء على الأسس المعمول بها في البروتوكول الأردني الوطني الأردني. نعم. اللي هو لابد أن يدخل ويعتبر إيجابيا ويعلن عنه إلا بالبي سي آر. بسام حجاوي، دكتور بسام حجاوي عضو اللجنة الوطنية الأوبئة، أشكرك على كل هذه التفاصيل، يعطيك ألف عافية.